السلام عليكم. اليوم الأحد 14 أبريل الساعة حوالي 12 الزوج على الزوج. الجمعة اللي فاتت الشعب الجزائري جاب رد على القرارات اللي اتخذتها السلطة، يعني إثبات والإصرار على تنصيب بن صالح بدوي و الاستمرار في مكانه للسيد بلعيز. انا كنت ايامات قبل قلت باللي بقى لنا حظ اخير باش نوفقوا بين احترام الدستور، احترام القانون، واحترام مطالب الشعب. وقدمت اقتراح، مقترحات تقنيه، قلت عوض يكون بن صالح يشوف وجه من المجلس، من مجلس الامه، انسان يكون ماهيش معروف ولا يشبه يعني شخصيات المعارضه، ينبع من المعارضه او من صفوف المستقلين. ما خدوش بعين الاعتبار هذا، واليوم اصبحنا بدون ملجا، بدون حل دستوري. شعبنا البارح الجمعه قال ما نقبلوش الوجوه الثلاثه، البائعه الثلاثه، وما نقبلوش الانتخابات اللي حددوها اليوم 4 جويلية تاع السنه الجاريه. واش يبقى درك؟ الناس تستنى، رانا ننتظروا اذا كانت حكمه يعني تنزل على اصحاب القرار، وخاصه على السيد الفريق قايد صالح. هو درك يعني تصرف، عمل باش قدر، لكن حنا نطلبوا له مجهود اخر. رانا دوكاتيك ماناش عايشين ظروف عاديه، رانا عايشين تحول تاريخي. الجزائر تعيش تحول نفسي بسيكولوجي تاريخي، هذه يعني قطيعه مع قريب 60 سنه من الاستقلال، وكل ما حدث من 62 لهنا، يعني اغتصاب اراده الشعب، صنع يعني دساتير اللي تجي على مقاس الرئيس، كل الحكايه هذه. الشعب انتهى، دوك الشعب تجدد، ماشي الناس اللي كانوا 10 ملايين في 62، اليوم كاين 44 مليون. جات يعني اجيال جديده بتفكير جديد، بتكنولوجيات اللي حدثت في عقول الناس ظاهره اللي ما كان واحد يعني ينتظرها. وانا من الناس اللي كتبوا منذ السبعينيات، ومن المواضيع اللي دائما نرجع ونرددها ونرجع لها ونعاود هي قضيه الشعب، الفرق بين الشعب والمجتمع. كي بدات حريه التعبير في الجزائر سنه 89 90 سنه 90 مارس 90 درت حصه في التلفزه، هذه لون تي في اللي تيما كيما يقولوا لها، وتماتيك يعني اول ظهور ديالي في التلفزه الوطنيه. بديت نحاول نقول للناس، للشعب الجزائري اللي اخواني يا ودي، قلنا لهم، كنت نحاول نمرر فكره انه رانا شعب، لكن خصنا نصعدوا لواحد الدرجه فوق الشعب اللي هي تسمى المجتمع. يعني هذا الكلام، هذا الشعب مجتمع من غاشي كما يقولوا، احنا بكري بكل نيتنا. الناس قال لك بلي شتمت الشعب، ما شتمت الشعب، خديت صوره وكلمه يعرفها الشعب، خلقها الشعب منذ 4000 سنه هو يستعملها، ماشي 14، نقولوا 14 نقرر، خاطرش العربيه جات على الاراضينا منذ نقولوا 14 قرن. يعني كانت عباره درك الشعب راهو يعيش في واحد الظاهره، وهذا موضوع دوك يعني الموضوع اللي حاب نتكلم لكم في هذا التسجيل. قلنا باللي الجمعه ردينا الشعب الجزائري رفض على مقترح وعلى خطه التاريخ تاع السلطه، هي مرفوضه. درك رانا نعيشو، درك انا شخصيا راني اترقب واش راح يجي، واش راح يكون يعني الموقف تاع السلطه تجاه الرفض الشعبي العام العارم. حبيت في هذه اللحظه تاع الانتظار نكلم لكم، نرجع الفكره بين كلمه الحراك. الناس كل حاليا تصف ما يجري في الجزائر بانه حراك. انا يعني في سبتمبر 2017 وجهت نداء للشعب الجزائري، سميته الثورة المواطنة، يعني ناديت الشعب إلى إقام، إلى إحداث ثورة مواطنة، une révolution citoyenne. ما هو الفرق؟ واش تعني كلمة حراك؟ واش معناتها الثورة المواطنة؟ كلمة حراك تعرفوها، شو الواحد يتحرك، ينوض، لكن النهوض هذاك تاعو ماشي فكري، وربما اندفاع، وربما رد فعل. حبيت نقول لكم باللي كلمة حراك ما تكفيناش، ما تكفيش باش تدل، باش تعبر على ما راهو يحدث حاليا في نفسية الجزائري.
أنك متتبع لهذه القضايا منذ عقود وعقود، منذ قريب نصف قرن وأنا ندرس إلا في هذا مصطلح الشعب، المجتمع، الوعي الوطني، الحس الجماعي. ومن بكري من كتاباتي من 70 لهنا نقول بلي واش ناقصنا حنا، ناقصنا حس جماعي، أننا كل عدد تاع الأفراد رجال ونساء الجزائر يربطهم شيء، اللي هذا الشيء هذا يقدر يجعل منهم يعني عوامل تاع تغيير تاريخهم، يغيروا وضعهم بنفسهم ويطلبوا ويتجهوا لنفس الاتجاه. مثلا في اكتوبر 88 وقع، يا هل ترى نقدر نسميه حراك واش وقع في 88؟ لكن نقدر نقولوا باللي كان خروج للشارع من قبل عدد كبير من الشبان، خاصة الشبان الجزائريين، وهذا رد فعل كان عنيف، كان عبر على نفسه برفض السلطة عبر يعني تحطيم تهديم هدم، يعني كل ما كان يكون في متاول الناس اللي قريب على يده كسر حانوت، حرق مبنى، أحرق بلدية، أحرق مكتبة، أحرق. المرة هذه العكس اللي ظهر، خرج كل المجتمع الجزائري يعني من الشايب حتى الخمات، كل أطياف المجتمع، كل اتجاهات الإيديولوجيا والفكرية خرجوا ويطالبوا بشيء واحد، القطعة مع هذا الجيل، مع هذ الأشخاص، مع هذ العصابة كما سماها السيد قايد صالح اللي قادت الجزائر في الحقيقة من الاستقلال هنا، وبالخصوص هذا العهد تاع جوحة 20 سنة اللي حكم فينا جوحة اسمه بوتفليقة. هذه المرة هذه نعاود نرجع للمقارنة بين أكتوبر 88 ومن 22 فبراير إلى يومنا هذا. كان في 88 العنف، المرة هذه ما كانش العنف. في 88 كانت فئة الشباب، وربما كان الناس اللي يؤمنوا بالآخر يقول كانت مؤامرة، جناح من السلطة يحب ينوض حكايات هذو، ما يهمش. المرة هذه خرجت كل الأعمار، كل الطبقات الاجتماعية، كل اتجاهات. ومن بعد في أكتوبر 88 واش ظهروا؟ كي بدا المجتمع يحاول ينظم نفسه باش يستفاد من التعددية الحزبية، واش داروا جماعتنا الشعب ديالنا؟ جي كاين مجموعة من الناس احتكروا الدين، راحوا جبدوا العنصر الديني وبداو يعني يلهبوا فيه ويدعوا الناس الجزائري باش يجتمعوا ويأسوا دولة إسلامية حول أشخاص. يعني أنا واش سميتها في الوقت هذوك العصبيات. قبل ما وصلنا لأكتوبر 88 كنت كتبت يعني سنين وسنين وكنت نحذر من هذه العصبيات. ظهرت العصبية الإسلاموية، يقول لك يحلموا بدولة إسلامية. هي المشكل كان كيفاش نتخلصوا من السلطة في الوقت هذاك، في الحين هذاك، ما قال لك نوضوا تحلموا بالدولة الإسلامية، وحنا نوع من أنبياء رايحين يعني عندنا وصايا عليكم ورايحين نخلقوا. الهبال اللي أدى بظهور داعش وكل المصائب اللي عاشتها الدول العربية وكل الثورات العربية فشلت بسبب هذا الغريزة هذه اللي ناضت، غريزة دينية نسميها العصبية، اللي يعبر على مستوى تاع جهل. يعني الأفراد ما عندهمش حس جماعي، عندهم مازالهم يحكم فيهم العنصر يعني الوهمي الديني. يجي واحد يقول لهم نديروا الدولة الإسلامية يأمنوا بها، يقولوا صح راح نديروها غدوة. العصبية الثانية هي كانت الجهوية، كاين ناس يغديو في الإيديولوجية الجهوية والإنفصالية منذ عقود، وكانوا الناس هادو يعني موجودين من وقت الحركة الوطنية قبل الاستقلال، قبل ثورة نوفمبر، كانت الظاهرة موجودة في تاريخنا. العصبية الثالثة هي الناس اللي احتكروا قيم أول نوفمبر، يعني جماعة اللي سرقوا شعار الأفلان وأسوا الحزب الأفلان وباسمه يضربوا الجزائريين الأخرين وجعلوا من ثورة الجزائرية أول نوفمبر ثورة ملك حكر تاع ناس تاع جماعة معينة تاع السلطة. ذوك العصبيات هادو يا هل ترى زالوا نهائيا؟ يا هل ترى مازالوا متخبيين، مازالهم موجودين لكن بصفة مخفية؟ هذا هو الموضوع تاع اللي حبيت نميز به دوك أنا بين الحراك اللي هو اندفاع مؤقت، والثورة المواطنة اللي هي لتأسيس لوعي وطني، حس جماعي جديد ليضمن المستقبل، ماشي عبارة على رد فعل لكن بناء إرساء منظومة فكرية نفسية جديدة. دوك نزيد ندقق.
إذا المهم دوكا في هذا الحراك، في هذا الهبه كما يقولوا، الهبه ان الانسان وانسان واحد تنغزو بالبرع، ينوض ينقز ينوض يعيط. حنا ما دابينا الحراك هذا ما يكونش عباره على انسان نغزوه ناض كما في 8 اكتوبر. 8 اكتوبر واش صار؟ 5 اكتوبر، يوم 8 اكتوبر شاد لي بن جديد دار خطاب في التلفزه، بدا يبكي ولا تشفاو الناس اللي عندهم سني واقل ربما يشفاو عليها. العشيه بدات عشيه 8 اكتوبر الشعب خرج برا يبكي ويطالب ببقاء الرئيس شاد لي بن جديد. ومن بعد شهرين من بعد في ديسمبر 88 السيد شاد لي بن جديد تقدم للانتخابات، الشعب فوت عليه وخلى ب 80% ولا مش عارف شحال. دونك المره هذه نخرجوا من الشعوذه، نخرجوا من هذا العاطفه، نخرجوا من الحراك المؤقت، من الحراك المرتجل، وندخلوا في بناء ارساء ثوره مواطنه. الناس اللي راهم يجتنبوا استعمال الكلمه هذه لانه ربما كيشافوني انا استعملتها قبل ما يبدا الحراك سنه ونص، وانا نقول لهم وماشي غير سنه ونص من قبل، عقود وانا نكتب الا في الموضوع الضمير الوطني، الحس التاريخي. وعطيت واحد النهار في حصة، كنت ندير حصص مع قناة الجزائرية مع السيد محمد سلطاني. واحد النهار تكلمت على واحد الشخص اسمه توماس باين. توماس باين هذا إنسان عاش في القرن الثامن عشر، هو أصله بريطاني لكن راح لأمريكا. أمريكا في وقته هذا كانت محتلة، بريطانيا هي اللي كانت مالكة أمريكا. كتب الكتاب هذا واش يقول لهم، راح باش يفطن الشعب الامريكي. قال لهم كيفاش هذه جزيره انجلترا، يعني ماشي جزيره، تحكم في قاره الامريكيه، كيفاش انتم تقبلوا انه ثرواتكم وبدا هكذا. كتب الكتاب هذا دو كومون شانس هذا، بهذا الكتاب هذا بفضل هذا التفكير اندلعت الثوره الامريكيه، الثوره التحريريه الامريكيه اللي ناضت على اسس فكريه، بس كانت عندها ناس مفكرين، كانوا الناس يعني اللي وضحوا المصطلحات، ماشي نغزوه ناض نقز ومن بعد تيكركح بكى العدو تاعو ولا يبكي معاه، ما نبقاوش. هذه دائره مفرغه تاع جحا، هذا هو المنطق الجحائي. دروك لازم هذا العصاب العصبيات، ونقول لك دوك هاو قعدوا برك في استعمال كلمه العصابه اللي استعملها قايد صالح قال السلطه، ماشي احنا اللي سمعناها. كاين تلت عصبيات وكاين عصابه. دوك العصبيات هادو نقول لك ساعدهم النظام في 88 89 و90، ساعد الفيس بصفه غير مباشره، ساعد الاحزاب اللي كانت ترميت، كانت هي خطابها تيارها الايديولوجي يرمي الى الانفصال، الى ارساء خلق جعل من الجزائر فيدراليه كما شفنا في خرجوا لافتات هاد الايام هادو يطالبوا بالفيدراليه. وكاين الناس اللي باقيين عصبيه ثالثه اللي قلنا تاع الافلان مازالهم للدرك في ظروف كيما هذه. يقول لك حنا الحزب تاعنا والحزب الافلان ملك تاع مناضليه، لا نو مسيو، هذا رزق تاع الشعب كله اللي ضحى بين 54 62 انتهت القضيه، ما كانش واحد عنده الحق يرفض شعار الافلان ويحارب الجزائريين الاخرين، ما كانش واحد عنده الحق يرفض شعار الدين يقول لك الاسلام وانتم ماكوش مسلمين كما لازم يكون الحال، وانت شكون باش جيت مرات فينا هكذا. اذا هذا الهبال هذا لازم نخرجوا منه، وانا حبيت نكلمكم في هذا التسجيل باللي هاد الناس متربصين راهم يستناوكم في الدوره. شوف يعاود يوليو الجهويه، راهي كاين وجوهها اللي كانت اللي خلقت الجهويه وكان طالب فكر، راهي اليوم راهي تاثر في الحراك. وجوه اللي ينتمون الى تيار هذا هما اللي الناس دوك البعض بعض الصحف وبعض الافكار يطالبوا، قال هادو هما اللي يمثلوا الحراك الوطني. هذا ما تسميوه انتم الحراك، انا نقول لكم ماشي حراك، هذا ثوره مواطنه اللي لازم تبقى. وهذه الثوره المواطنه ما نقدرش نحصروها في حزب في هيكل معين. كاين الشعب الجزائري كله خرج 20 مليون 30 مليون، هذو الاخرين حنا قمامات الدراري صغار، دونك نقولوا باكمال الشعب خرج ويطالب بماذا؟ لاول مره في تاريخ الجزائر المسيرات ماشي باش طالب باش يرفعونا في الشهريه، هذا يقول لك بدلوا لي ستاتي، هذا يقول لك انا نخرج للتقاعد. المره هذه طالبين، الجزائر تنادي تطالب بالحريه، بدوله القانون، دوله ناسسها على الحقوق. كلمه الدستور اللي ما كانت عندها معنى في بلادنا من 62 اليوم صبحت عندها، دوك فهم الشعب فهم قيمة الدستور، بيسك باش يسيب الحل لنفسه. دوك كيفاش؟ إما نخيروا منهج تاع طاق على منطاق القوة
ولا يعني نحتكم يعني نرجعوا نستندوا الى القانون. إذن الكلمات ما تتسماش مساويه، ماشي تستعملها كما تحب. كي تحب تقول الحراك عندك، كي تقول هبه شعبيه راك تدفع الناس يفكروا باللي هذه الهبه راح تركح، يجي يوم وين تركح والسلطه هذا ما يستناو. كما هذاك اللي قال لك هو يحيى اللي قال لهم ريح في شباك، هذه هي. كما الاخر اللي قال لك شحال صاحبه هذاك اللي رندي يقول لك، قال لك باللي شحال يعيا يشد الحراك هذا شهر شهرين وبعد يركعوا، استعمل كلمه يركعوا. هامليك الناس اللي متربصين، شوف يعسكم هادو التيار الاسلاموي، التيار الانفصالي، التيار هذا السراقين، العصابه اللي دات الافلام هادو كامل هاكو شفتوا منهم. بدا العنف ديجا يظهر، الجمعه هذه الناس يعني الشعب يقول لك باللي نحبسوا على الساعه الفلانيه، تصير بعدهم يخرجوا ناس، والفيديو تتكاثر في هاد الفيسبوك وهاد الانترنت وكلشي. ما دوك اللي سبحان ما نعرفوش الصح من الكذب، ما نعرفوش. اذا ردوا بالكم، الجزائر في حاجه الى تحول من مرتبه شعب الى مرتبه مجتمع. نطالب الشيء اللي يربط بيناتنا، الجزائر نداء اول نوفمبر، تصريح اول نوفمبر 54، دوله القانون، فكره دوله القانون. ما تجيبولناش مغامرات، ماشي واحد مهبول. والطويشيه هادو، الطويشيه في اكتوبر كانت وجوه تاع الطويش، حنا نستعملها، انا دائما ناخذ الالفاظ الجزائريه، طويشي سيبو يعني مهرج. وشحال كاين دوكا تيكت تصيبو هو راسو بيض بصح عقلو منطقو كلامو تاع مهرج وحاقدها. وحنا هكذا ردوا بالكم ايها الشعب، تروح لكم الفرصه هذه تزيدو 30 سنه باش كما كتبت انا قلت ان سيكل دو 30 طول لي 30 62 88 واليوم 2019. تروح من تلفت من يدكم هادو الوجوه هادو اللي ينتموا كلهم، انا نلاحظ ونقدر نمد الاسماء، راني على شعر باش نمد الاسماء، فلان وفلان وفلان ينتموا الحزب، كانوا في يوم ما في حزب معين وقبلوا كانوا في الافلام، اللي راهم اليوم يتقدموا يقول لك حنا نتكلموا باسم الشعب. يعني هاد الثوره المواطنه هي ضمير، ضمير الشعب، هي نهضه، مش مش انسان يقظه قال يقظ يعني ناض فطن ويعاود ينعس، نوض ما تزيدش تنعس، الشعب الجزائري ما تزيدش تنعس حتى نهار تبني دولة القانون بوجوه جديدة. وصعب البناء أسهل من الهدم، سهل باش نسبوا فلان ونريبوا الآخر ونحرقوا، شوفوا شحال صعيب. وعلاش دوك العالم كلشي راهو يستعجب في الثورة، في الثورة المواطنة الجزائرية حايرين فيهم، شافوا اللي عمرهم ما شافوه في أي بلد، وين ينوض عدد مثل هذا تاع 20 مليون وربما أكثر، ما كان حاجة طاحت، ما سزاجة ما تكسرت، لومبا ما هدموها، حاجة يعني ما رموها في التاريخ، شيء عظيم. إذا يعني أنا أطلب من الناس برك يعني يركزوا، يفكروا باللي هادو من العصبيات، العصبيات استعملتهم السلطة في 90 91 على بالها باللي يعني مستقبلها في كيفاش تقسم الشعب، كيفاش تقسمو جزءاتو. سهل من للفيس كان تسهلو، لا الاحزاب الاخرين تسهلو، لا فلان هاو مول من عند الدوله من عند الميزانيه الوطنيه وعايش بها، لا فلان خالصين عندهم املاك، عندهم كل شيء املاك يعني تاع الحزب. هذا هو اللي انا انادي الى يعني تغذيه هذا الحس الوطني، هذا ضمير الشعوب، نكسب ضمير وطني عصري يعني يتماشى مع عصرنا ويتمشى مع المستقبل، مع الشيء اللي جاي، يعني ماشي قاعدين نردو حنا ويجي عابر جوحه هنا. علاش ارض جوحه هذه؟ هذه احنا كلهم اللي حكمونا، شوف من مصر للحاج الى بوتفليقه كلهم عباره على جوحه، وكلهم يعني مستواهم الفكري يعني ما كانش فيه يعني صفر ولا واحد على 20، كلهم على بها حطونا هادو وما كانوا يقدروا يحكمونا الا بالحيل. اذا ينتهي عهد الجوحات، والجوحات هادو شوف دير الانتخابات الرئاسيه غادي يكونوا 4000 مترشح، باسكو دوك ولاو يقولوا بتلمون الشعب هذا هبلوه ضيعوا فيه الحس يعني الوطني، ولا يقول لك انا ماشي بشر وانا ماشي بشر، اي دوك عنده يقول لك انا ثاني نترشح، باسكو شاف الجوحه تاع بوتاف، شاف شادلي، شاف الاسماء الاخرين، يقول لك هذا رئيس وهذا خير مني. وحقيقه هذا الرؤساء اللي يحكمونا ماشي مع المستوى، هم ما يجوش تاع الباركينغ هذوك عساس الباركينغ، كيف كان تقدر تحط عساس باركينغ يحكم الجزائر كيف برك عنده القزوله وعنده الشرطه وعنده الجيش. لازم دوك هذا الثوره المواطنه هي الهدف السامي. شكرا.